استاذ محمد، في ملف مهم جدا يا جماعه ومش عايزين نغفله، فكره ان انت ازاي بتدير مؤسسه اقتصاديه رياضيه. دي نقطه مهمه جدا على فكره. في مجالس كانت موجوده في نادي الزمالك، وانا اقول في العشريه السوداء. العشريه السوداء ديت كان في مجالس جابت لعيبه، واللعيبه دي مشت لعيبه اجانب، ودفعت نادي الزمالك فلوس كتير جدا، وقضايا الزمالك خسرها كتير جدا في الوقت ده. حتى القضايا اللي الزمالك رفعها في المحاكم الرياضيه وكهربا وموضوع محمد ابراهيم، نادي الزمالك استطاع الان بفضل اداره واعيه وقويه جدا ان هو ازاي يوفر هذه الاموال على نادي الزمالك، وازاي يحل مشاكل تراكمت عليه حتى بالمجال السابق. ما احمد، القضايا دي كلها يعني اللي في الفيفا والمحكمه الرياضيه يعني ايه ذنب مجلس الاداره الحالي فيها؟ ما هو ده حمل عليه. ايوه انا قصدي اقول ايه؟ ان فتره اللجان حصل يعني حمد النقاز، انت عارف القضيه بتاعته مشيت ازاي؟ ومين السبب فيها؟ نعم. طيب حسام اشرف، انت ده محامي يعني ب 100 جنيه كان يخلص الموضوع. هي دي اللقطه انت قصدك عليها، انا اسف يا استاذ محمد، هي دي اللقطه انت قصدك عليها يا استاذ عصام. تعالى شوف بقى التعامل بقى بالظبط. بقول للجمهور انت رقم واحد. خليه بس يكمل. بص. شايف؟ انت عايز تقول انه ده تقدير بص من بص 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 الود والاحترام، بص عايزينه هي دي الجماهير، بقى. على فكره جماهير كله الالتراس بكله. بص هو ده سوشيال ميديا، ده انت هو ده باشا مرتضى، ده كائنات افتراضيه. هو ده مرتضى مع جماهير، وهي دي الجماهير اللي هي جماهير الزمالك الحقيقيه اللي بتروح ورا نادي الزمالك في الملعب وفي المدرجات وبتشجع الزمالك في كل مكان. ويمكن على فكره مش قادر حتى اشوف سايب اللي مش قادر ما يسيبه. بص 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 انت رقم واحد. بص فانت تيجي تقول لي واحد يقول لك مش عارف ايه ولا ايه، هبل هبل. بص كمان اسمع، اتفضل. بس فالقضايا دي يرجع الفضل فيها الحمل التقيل قوي ده. هل انتوا يا جماعه هتذيعوا اللقاء؟ تمام، بيرويه معانا. اتفضل. يعني الحمل التقيل ده نعم اللي شاله الاستاذ امير، على يعني هو اللي حل معظم والفريق بقى طبعا المحامين الاجانب وكل ده. كان بقول لك امير كان بيبذل فيه جهد غير عادي. نعم. مع طبعا الاداره القانونيه بيشرف بيها الاستاذ محمود العسال. بس الماسترو اللي بيحرك كل ده هو مرتضى منصور يا احمد. نعم. واخد بالك؟ ملفات كثيرة جدا. أنا بشفق والله العظيم، يعني أشفق على أصل ده صديقي من 50 سنة يا أحمد، وإحنا لسه طلبة في أولى جامعة. أنا بشفق على هذا الرجل. على حساب مكتبه، على حساب صحته، على حساب أسرته. زي ما قال الأستاذ محمود، ده راجل كان مقدم فعلا استقالة ومش عايز يشتغل. واخد بالك؟ دي حقيقة. وأنا نفسي كنت بقول له، أنا جوايا إحساسين متنازعين. أنا كزملكاوي عايزك ترجع النادي، وكصاحبك سيب كل حاجة واقعد مع أسرتك وكفاية كده. كفاية كده. واخد بالك؟ أصل اللي بيعمله ده كله في الآخر خالص يا أحمد، إحنا بشر لحم ودم يعني وأعصاب. واخد بالك؟ بيعمله عشان خاطر فترة التجميد. حاجة نصحته بكده ولا ده ولا الفترة اللي هي بعد ما خد حكم يرجع. واسرته كانت مش عايزاه يرجع. وهو فعلا ما كانش عايز يرجع. واخد بالك؟ كانت في ضغوط عليه بقى من فانا واحد من الناس اللي كنت بكلمه اقول له يا مرتضى ما ترجعش، انا كصديق مش عايزك ترجع. والله والله انا كصديق مش عايزك ترجع، كزملكاوي نفسي ترجع. فانا بقيت من جوه مقسوم اتنين. كمشجع وكانسان، لان انا شايف قدامي واحد بيضحي بكل حاجه عشان خاطر نادي الزمالك. انا شجعت الزمالك 60 سنه، انت بتقولي العشريه السوداء، ما قبل العشريه السوداء ده احنا جينا علينا وقت يا احمد كنا بناخد كل البطولات، فرئيس النادي جه قال لهم مش عايزين بطولات تاني، ما عنديش فلوس ادفع مكافئات. كان تصريح كارثي فعلا. تصريح كارثي طبعا. كان كارثي. ويجي لاعب زي رضا عبد العالي يقول له الباب يفوت جمل. واخد بالك؟
وبعدين العاشور. انا عايز اقول لك على حاجه، اللي كانت كان يوم اسود ده بالنسبه لي. وزعلت جدا، وكنت ساعتها بقرا الخبر اقول ازاي رئيس نادي في التوقيت دوت بدون ذكر اسماء، يعني هو طبعا يعني توفاه الله، ازاي المسؤول ده يقول كده لنجم من نجوم الفرقه؟ طب اقول لك على مفاجاه. ايام العشريه السوداء محمد صلاح كان جاي الزمالك. صحيح. وانا كنت موجود في النادي بقى. يا راجل. الله. انا كنت مع الاستاذ منظور حسين، هو على قيد الحياه. يعني انت حضرت كان بيعمل ايوه الكواليس دي. انا كان ليه جورنان يا بيه، انا كنت رئيس تحرير والاستاذ منظور حسيني. واخد بالك؟ فالاستاذ رئيس النادي قال على محمد صلاح مكسح. ده برجل واحده. تخيل، ابو تريكه كان جاي الزمالك. صحيح. وقفوها على 10,000 جنيه. وكان قاعد في النادي. الله. قاعد في نادي الزمالك. وانا كنت موجود. فالعيال اللي بتطلع تتنطط دي، انت يا ابني كنت فين انت وهو؟ انت كنت فين انت وهو؟ والله انت فكرتني. ده احنا قاعدين بنتفرج على مسرحيه هزليه يا احمد. رهيبه جدا.